شكل اجتماع بعبدة التشاوري محطة أساسية لعرض علني وتفصيلي بالأرقام لما تصفه الحكومة اللبنانية خطة التعافي المالية التي تمتد على سنوات خمس، خطة تعتمد في شكل أولي على سعر صرف مرن للعملة الوطنية بشكل متدرج ومدروس، وعلى دعم من مصادر خارجية من بينها صندوق النقد الدولي والدول المانحة في مؤتمر سادر. الخطة تهدف إلى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلق وهواجس المواطنين والتخفيض من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية، كما تعتبر هذه الخطة إيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تفرد من بين زعماء المعارضة بحضور الاجتماع الذي كان النائب فيصل كرامي السني الوحيد الموجود فيه في غياب تيار المستقبل والوسط المستقل، علما أن حضور جعجع لم يعني دعما لخطة الحكومة التي لم تتطرق إلى التهريب المزدهر عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية. نحن ما رح نمشي لا مع هالخطة حتى لو كانت مثالية ولا مع أي خطة أخرى قبل ما تبين الحكومة بخطوات عملية، قبل ما تبين على أنها جادة بأنه تسد كل مزاريب الهدر والفساد بالدولة. هواجس كثيرة تثيرها الخطة، ولا سيما ما يتصل بإعادة هيكلة الدين العام البالغ 90 مليار دولار بالتزامن مع إعادة هيكلة مصرف لبنان عبر إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. هذه الخطة عم تدفع القطاع المصرفي وأصحاب المصارف والشعب اللبناني كلفة السلطة السياسية ونهج السلطة السياسية لليوم. أكيد المصارف بدون يدفعوا، الشعب اللبناني بده يدفع، بس أهم شيء وأكبر كلفة هي السلطة السياسية لازم تدفعها، وهذا رح تصير بس من خلال المحاسبة. خطة الحكومة لن تصبح عملية إلا في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علما أن أوساط الحكومة تشير إلى أن المفاوضات لن تكون بالضرورة كما يريد الصندوق، بل ستخضع لاحتمال الاتفاق أو عدمه. تطبيق خطة الحكومة يبقى رهن الحصول على دعم من المجتمع الدولي والصناديق المانحة، وهو دعم مشروط بإصلاحات سياسية وقطاعية. ليس مؤكداً وجود قدرة لدى الحكومة على تلبيتها. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.